الفيديو السابق اللي شفتوه كان يشوفكم طريقة خروجي من أوكرانيا إلى حدود رومانيا، لكن بهذا الفيديو راح تشوفون تكملة طريقي إلى أوروبا من رومانيا إلى هنغاريا، ومن هنغاريا إلى براغ، ومن براغ إلى سلوفاكيا، ومن سلوفاكيا إلى ألمانيا لحد ما وصلت البيت خالي. بعد 3 أيام سفر في الطريق وصلنا إلى رومانيا. جلسنا في فندق اسمه جاليلو، سعر الليلة 25 يورو، مثل ما تشوفون عبارة عن غرفة نوم زائد فيها سرير وحمام. وهذا ديفيد الآن يدفح هذا فيديو. شوف الحمام، والآن وأخيرا راح نريح، وبكرة إن شاء الله طريقنا إلى هنغاريا. وصلنا الآن إلى مدينة اسمها بورشا في رومانيا. المدينة هذه فوق الجبال، كثير أرقام سيارات أوكرانية. طلبنا الآن بيتزا، هذه 5 دولار بس. صباح الخير، اليوم الثالث على التوالي. الآن موجودين في رومانيا في مدينة بورشا، والآن طلعنا من فندق جاليلو. طبعاً أحب أوجه شكر إلى فندق جاليلو، لأنه صراحة الشعب الأوكراني وصاحبة الفندق ما قصرت معانا وأعطونا السكن مجاناً. والآن متوجهين إلى هنغاريا. ننتظر السر الطويل اللي موجود امامنا، وبعدها ان شاء الله راح ندخل على الاراضي الهنغارية ومتوجهين الى المانيا. وطلعنا الان من الحدود الهنغارية الرومانية ومتوجهين الى برلين. بكم يا جماعة، وصلنا الان الى هنغاريا في شقة ابن عمي، طبعا يدرس طب في هنغاريا. استقبلنا هنا اني والقحطاني وزوجتي انا برهومي ويا ديفيد. مثل ما قلت لكم وصلنا الان وراح نطبخ لان جدا جوعانين. فهذه في مناقيش زعتر جبن بيتزا، راح احمي الان كل شيء وراح ناكل. ويا صباح الخير جماعة الخير، شلونكم؟ طبعا هسه قاعد من النوم في هنغاريا بالتحديد من بيت ابن عمي ديفيدي. صباح الخير بابي. صباح الخير. وهسه الان متوجهين الى سلوفاكيا، بعدين الى تشيك، وبعدين ان شاء الله الى المانيا. الطريق 1000 كيلومتر، لكن ان شاء الله نخلص اليوم. وراح اودع الان ابن عمي ومتوجه ان شاء الله الى سلوفاكيا ثم تشيك ثم برلين. يا جماعة مثل ما شفتوا السندباد مواصل والطريق مطول والغربة صعبة، مطلقين إن شاء الله. اليوم هو اليوم السادس على التوالي من سفرنا، متجهين الآن إلى سلوفاكيا ثم تشيك وبعدها إلى برلين. طبعا جدا تعبنا بالطريق، لكن الحمد لله الامور متيسره. ما شاء الله اهلنا واصدقائنا ومعارفنا موجودين في كل مكان ولا يقصرون ويانا، ومطلقين مثل ما تشوفون انا وحمود وزوجتي وديفيد. ما وصلنا الان الى التشيك بالتحديد براغ العاصمه. لاحظت في بنايات تشبه اوكرانيا بالضبط بالتحديد. الدولة صغيرة 78,000 كيلو بس، كبار العمر اللي عايشين هنا كثير، يعني بكل مكان بالشارع كبار العمر. لاحظت هسه ما شفت الشباب بالشارع، وهذا الشيء لاحظته يعني الان اثناء سفرتي في اوروبا، لاحظ هواي كبار بالعمر. واخيرا وصلنا الان لبرلين، والان وقت النوم. انا كاو قلنا اوبن كاو قلنا اوبن وي 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 كاو. شوف انا اوبن كاو. Mama, come on breakfast. Good mama, come on breakfast. Mama, come on breakfast. Come on, David.